يسأل السائل كم يقول رجل والده أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن باب البر نذر لله أن يقرأ كل يوم جمعة الكهف مرتين، مرة عن نفسه مرة عن والده، فما الحكم في فعله؟ الأصل في النذر أنه حرام أو مكروه، اختار الشيخ ابن عثيمين أنه حرام، والقول والعلم عند الله أن النذر الأصل فيه الكراهة، والنذر هو قطع عبادة لم يوجبها الله على من قطع على نفسه ذلك. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا الذي فعل ذلك كان عليه أن يستفتي قبل أن يفعل. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل موضحا باب العلم قبل القول العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعلى كل حال فمسألة قراءة القرآن نيابة عن الآخرين في حالة الحياة هذا عمل جيد ولا بأس به، أن يقرأ القرآن للحي إذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. من أهل العلم قال طالما أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ففيه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. ثم أرجع وأقول أن الأمي إذا كان لا يقرأ ولا يكتب فلا منعه ذلك من حفظ القرآن، فكم من أمي حفظ القرآن وكم من أعمى حفظ القرآن، فلو يساعد والده من باب البر يكون هذا باب أولى وأفضل، أن يأتي له بمعلم للقرآن يحفظه الفاتحة ويحفظه سور القرآن التي يقيم بها أمر صلاة، فيكون هذا باب البر الأقوى والأولى والأفضل. وعلى كل حال فلا مانع من هذا العمل في حال الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.